السلام عليكم واهلا بكم، معكم ابو طالب. اكلمكم عن اختبار الاي سي بي تي. لازم يكون عندك مجموعه من المعلومات عارفها عشان تبقى داخل الاختبار ده وعارف انت بتعمل ايه. الاختبار عباره عن 100 سؤال، كل سؤال بدرجه، يعني 100 درجه. 66 او 67 في بعض النماذج بيكون استماع، يعني تقريبا 66% من الاختبار بيكون عباره عن استماع، هنرجع له دلوقتي. والباقي 33 أو 34 سؤال عبارة عن كلمات مباشرة، يعني الكلمة وعايزك تعرف معناها المباشر، أو جرامر. والجرامر بيكون كالتالي: حالة اف التلاتة بيكون ديفينيت اند انديفينيت ارتكلز، الأدوات النكرة وأدوات المعرفة. بيكون طبعا الأزمنة كلها معانا: مضارع بسيط، ماضي بسيط، مضارع تام، مضارع مستمر، ماضي بسيط، ماضي مستمر، ماضي تام، مستقبل بسيط، والمستقبل المستمر اللي هو I will be going مثلا، I will be eating tomorrow، ده اللي هو المستقبل المستمر، والباسيف منهم، والمبني المجهول منهم. اوكي، وطبعا عندنا ادوات الاستفهام بتستخدم كرابط. طبعا كل الكونجنكشنز معانا اللي هي ادوات الربط كلها بما فيها أدوات الاستفهام كرابط، يعني this is the man who، this is the place where، هذا المكان حيث، هذا الرجل الذي، okay، this is the month when I was born مثلا، ده الشهر اللي أنا اتولدت فيه. كل ده مشروح طبعا بالتفصيل في محاضراتنا وفي كورساتنا ولله الحمد. نرجع للليسننج. الليسننج 66، يعني تتخيل في ناس تجيلي تقولي أنا عايز 60% بس، يعني معناها إذا حل أسئلة 60 سؤال في الليسننج خلاص جاب الدرجة اللي هو عايزها. الفكرة الأساسية في الليسننج حاجتين مهمتين جدا لازم تكون عارفهم. أولا لازم السؤال أو نص الاستماع اللي أنا بسمعه في العنصر أو في النقطة أو في السؤال لازم أكون عارفه وفهمه، يعني لقط كلمات مثلا، كلمة بيختبرني على إيه؟ بيختبرني على فهمي لهذه النص اللي أنت سمعته، يبقى أنا لازم أفهم النص، ألقط منه الكلمات أفهمها. النقطة الثانية يكون عارف مرادف لما سمعته في النص. دول أكبر نقطتين في الاستماع أو الطريقة اللي تقدر تحل بيها فكرة الاستماع كلها. يبقى استماع، جرامر اللي هي قواعد، والكلمات. كل العبارة، كل الاختبار كله مبني على المرادفات طبعا، و 25% منه على الجرامر بس، لأن الكلمات اللي بتيجي في جزء القراءة والليسنينج كله عبارة عن مرادفات. يا رب أكون أفدتكم. لو التواصل مع أبو طالب الواتس موجود.